النهاردة هنعمل مع بعض فطاير المقلاة السريعة الاقتصادية، لانها ما بتاخدش وقت ولا مجهود، وكمان ما بتحتاجش لتخمير، ومش هنعملها في الفرن، هنعملها في الطاسة. هقولكم ازاي تعملوها بحشوة اقتصادية جميلة ولذيذة جدا جدا، وازاي تخلوها مورقة وجميلة كده في الفيديو بتاعنا النهاردة. هقولكم على نصايح مهمة جدا جدا هتفيدكم في اي معجنات. تعالوا بينا يلا نبتدي وصفتنا ونشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. ومقاديرنا النهاردة بسيطة وسهلة جدا جدا. هنحتاج لوصفتنا النهاردة 2 كوباية من الدقيق، وممكن تضعفوا الكمية. انا ضفت ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وملعقة صغيرة من السكر، ونص ملعقة ملح، وكمان هنضيف مية، لكن مش هنضيف كل كمية المية مرة واحدة. هنخلي كوباية على جنب كده ونضيف منها شوية شوية حسب احتياج العجينة. ضفت كمان ملعقة واحدة مليانة من الزيت. هنعجنها كويس جدا جدا. كل ما هتحتاج شوية مية هنضيف، لكن ما تضيفوش المية مرة واحدة. العجينة لازم تتعجن كويس، يعني لازم تتخدم كويس قوي قوي، يعني احنا بنعجنها حوالي 10 دقايق لغاية ما تكون كده جلوتين، وبعدين تبقى معانا ناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده، انا جبت بولة وحطيت فيها شوية كده من الزيت، وبعدين دهنت العجينة برضو من الزيت، وبعدين هنسيبها على جنب كده ونركنها ونغطيها بكيس من اكياس التلاجة او فوطة نظيفة علشان ترتاح العجينة شوية، ولازم نريح العجينة شوية. في الوقت ده احنا هنبتدي نجهز الحشوة بتاعتنا. انا ضفت حوالي بطاطستين متوسطتين، هنبشرهم بالمبشرة العادية بتاعت البصل، وكمان 3 جزرات متوسطين بشرتهم بمبشرة البصل. وبعدين جبت صينية ودهنتها بالزيت، لازم ندهنها بالزيت. وخلاص العجينة كانت ارتاحت معايا، دلوقتي هبتدي اقطعها قطعة كده علشان برضو اسيبها ترتاح شوية. هنقطعها على شكل اسطواني علشان يسهل معانا عملية الفرد. لاحظوا اني انا دهنة ايديا بالزيت، وكمان الصينية مدهونة بالزيت. الزيت ده هيخلي العجينة تريح معايا وما تتعبنيش وانا بفردها. خلاص كده خلصنا كل الكمية بتاعتنا، هنغطيها بكيس تاني وهنسيبها ترتاح برضو شوية، وهنبتدي نجهز الحشوة. معايا طاسة حطيتها على النار وفيها كمية من الزيت، وهننزل بالبصل. انا البصل ببقى مجمداه مفرزاه في الفريزر، في شوية تفريزات كده انا بعملهم وبجهزهم للاوقات اللي بكون مشغولة فيهم، او عندي ضيوف، او مسافرة للمصيف، او ممكن يكون داخل عليكم شهر رمضان مثلا وعايزين تعملوا تجهيزات، علشان مش كل شوية تعملوا الحاجات دي كل يوم وتتعبوا نفسكم وتضيعوا وقتكم. لو عايزين الفيديو بتاع التفريزات اكتبوا لي في الكومنتات وانا انزل لكم الفيديو ده. المهم هنفضل نقلب في البصلة كده لغاية ما لونها يبتدي يصفر. تمام كده، يعني لونها ابتدى يبقى ذهبي. في المرحلة دي هبتدي اضيف نص ملعقة صغيرة من التوم، والتوم ده برضو انا فرزته، هحط لكم اللينك بتاعه برضو تحت الفيديو. هنقلبه كويس التوم مع البصل لغاية ما ريحته كده تبتدي تفحفح. هننزل دلوقتي بالفلفل الالوان، والفلفل ده برضو انا كنت مفرزة. الفلفل المتفرز ده احنا بناخده من الفريزر على الطاسة على طول، يعني ما بنسيبوش علشان يفك، علشان يحتفظ بالقرمشة بتاعته. بيفضل حلو قوي كده وطعمه فريش جدا جدا، ما تقلقوش، يعني مش بيبقى دبلان ولا اي حاجة، اكنكم لسه مقطعينه دلوقتي. بعد شوية خلاص بنضيف البطاطس اللي احنا بشرناها، وبنقلب كويس كده المكونات مع بعض. عايزة اقول لكم الريحة مفحفحة وحلوة قوي، يعني المكونات بتاعتنا النهاردة اقتصادية جدا جدا، وتقريبا كلها يعني موجودة في البيت. لو احتاج منك ملعقتين زيت، انا ضفت ملعقتين كبار من الزيت وفضلت اقلب. دلوقتي هنضيف البهارات بتاعتنا، وهي عبارة عن ملعقة من توابل الفراخ او بهارات الفراخ، وملعقة كزبرة، ونص ملعقة فلفل اسود، وملعقة كمون، وتوم باودر، وبصل باودر، ونص ملعقة ملح، ما تكتروش الملح، ونص ملعقة بابريكا، ومكعب مرقة. علشان كده انا قلت لكم ما تكتروش الملح، علشان احنا هنضيف مكعب مرقة خضار. هنقلبهم مع بعض. عايزة اقول لكم التتبيلة دي او التوابل دي ريحتها جميلة جدا جدا، وبتدي تستعالي جدا جدا.
بعد كده هنضيف الجزر وهنقلبه كويس. الجزر ما بياخدش وقت يعني، بيدبل بسرعه، وما تقلقوش لو عندكم حد في البيت مش بيحب طعم الجزر، هو طعمه اصلا مش هيبان خالص. كل اللي هنحس بيه ان احنا عندنا حشوه جميله جدا. خلاص الحشوه بقت جاهزه معانا. دلوقتي هنروح للعجينه بعد ما ارتاحت، وهنحط دهنه بسيطه كده من الزيت على الرخامه، وبعدين دهنه في ايدينا وهنبتدي نفرد. انا فردت بالمردانه، لكن انا حسيت ان انا مش محتاجاها خلاص، فانا كملت الفرد بايدي وما استخدمتهاش تاني. هنحط الحشوة الجميلة بتاعتنا دي، وممكن تضيفوا زيتون وممكن ما تضيفوش براحتكو. كمان ممكن تضيفوا جبنة موتزاريلا وممكن ما تضيفوش برضو. اهم حاجة واحنا كل ما نحط طبقة كده من الطبقات لازم نديها دهنة بسيطة من الزيت. الزيت ده بيديني توريقة حلوة قوي للفطاير بتاعتنا. ونحاول نسويها كده ونخليها على شكل دايرة او زي ما تحبوا يعني براحتكو. هعمل معاكم واحدة تانية. بندهن ايدينا بالزيت وسطح الرخامة برضو بندهنه بدهنة بسيطة من الزيت، وبنبتدي نفرد بصوابعنا كده العجينة. طالما مرتاحة معاكي فخلاص كده مفيش اي مطة ولا هترجع ولا هتتعبك ابدا خالص، هتبقى ريلاكس معاكي وحلوة. اهم حاجة ان احنا لازم نريح العجينة. بنلم الاطراف زي ما انتم شايفين كده بالتبادل، مرة يمين ومرة شمال ومرة في النص. اهم حاجة بين كل مرة ومرة نديها دهنة بسيطة بالزيت. الزيت بيساعدني جدا جدا في التوريق وفي الفرد. عايزه اقول لكم كمان البيكنج باودر اللي احنا ضفناه ده بيساعدني ان العجينه تبقى مقرمشه قوي معايا، بتبقى زي الفطير اللي احنا بنجيبه من المخبز. دلوقتي خلاص بقت جاهزه معانا الفطاير. بنحط طاسه على النار او جريلا اللي يريحكم، نديها دهنه بسيطه من الزيت، ونحط بعد ما تسخن طبعا الجريلا او المقلاه بنضيف الفطاير وبنضغط عليهم ضغطه بسيطه كده بايدينا علشان تاخد شكل التضليعه بتاعت الجريل. بنحطهم على في الطاسه على نار هاديه، يعني ما تعلوش النار. دي فطيره، فطير مشلتت انا الوحيده اللي انا عملتها فطيره مشلتتها. هتعملوها بنفس الطريقه دي، بس هتعملوا كذا كوره مع بعض جوه بعض بدون اي حشوه، يعني هي بتبقى ساده كده. بعد ما هنخلص كل القلي بتاع الفطاير هيبقى شكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتفضلوا تقلبوا وتعدلوا فيها على نار هاديه جدا في الطاسه، وما تعلوش النار علشان تبقى مورقه ومقرمشه معاكو. الفطيره بجد كانت مقرمشه جدا من بره ومورقه قوي وناعمه وطريه من جوه، والحشوه على قد ما هي بسيطه واقتصاديه لكن طعمها كان تحفه. دي الفطيره المشلتته الوحيده اللي انا عملتها، شايفين مورقه وجميله ازاي. ودي الفطاير الجميله بتاعتنا، بصوا شكلها من جوه. انا قصدت اوريها لكم، حلوه قوي. كمان لو حطيتوا جبنه موتزاريلا هتديكم مطه جميله كده. ولو مش عايزين تحطوا الزيتون او الجبنه الموتزاريلا برضو الفطاير هتبقى جميله ولذيذه. لو حابين اعمل لكم فيديو منفصل عن الفطير المشلتت بالتفصيل اكتبولي في الكومنتات. بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم وافادتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وبإذن الله بكرة نتقابل تاني مع وصفة جديدة على مطبخ ناهد فاروق.